اليوم نبدأ بإذن الله سورة عبس، عبس وتولى. نبدأ بتلاوتها على بركة الله، ثم بتفسيرها، ثم نسعد بكم أخواني وبمشاركاتكم واتصالاتكم من خلال الأرقام التي تخرج على الشاشة من داخل المملكة ومن خارجها. أرحب بكم من جديد وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله العظيم.